للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتكم أستاذ المشاهدين. إذا يبدو أن المشهد تعقد كثيرا في السودان اليوم بعد هذه الأخبار التي وردتنا، ما الذي ينبغي فعله من جانب المجلس العسكري في السودان الانتقالي، وما الذي ينبغي فعله أيضا من جانب المتظاهرين المتواجدين في ساحة الاعتصام؟ كان هناك التزام واضح من الجانبين بأن منطقة الاعتصام وهي المحيطة بمقر القيادة الخاصة بالقوات المسلحة هي منطقة يعني التظاهرات فيها سلمية، وهناك التزام من جانب المجلس العسكري الانتقالي بعدم استخدام القوة، وإنما يكون هناك حوار مستمر ومفاوضات مستمرة بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي. فيما يبدو أعتقد في تقديري الشخصي أن المجلس العسكري الانتقالي يعني توجه في وجهة أعتقد غير منطقية أو غير حكيمة، لأنه بعد أن تم الاتفاق على الهياكل الخاصة بإدارة الدولة سواء كان ذلك الحكومة الانتقالية المؤقتة سواء كان ذلك المجلس التشريعي والفترة الانتقالية، وكان الخلاف محصور فقط على عدا تشكيل للمجلس السيادي بأي نسبة للمدنيين والعسكريين والرئاسة للمدنيين أم للعسكريين. طيب. وكانت الأمور تقترب من نهايتها، لكن فيما يبدو أن تحركات جاءت من جانب القوى السياسية التي كان هناك تحفظ على إشراكها، وأقصد بذلك الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني. نعم. وهي القوى التي حكمت في الفترة الماضية وقامت الثورة ضدها. فيما يبدو أن هذا التحرك وجد قدرا من الاستجابة من المجلس العسكري الانتقالي، وتحدث اليوم عن أنه يسعى إلى تشكيل حكومة انتقالية تشمل كافة أطياف المجتمع بما في ذلك بالمعنى الضمني بما في ذلك الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني ومن تحالف معهم خلال فترة 30 عاما، وهو أمر فيما يبدو يثير حفيظة قوى الحرية والتغيير. نعم. أما فيما يتعلق باللجوء إلى القوة فهو أمر بالقطع يعني لن يقبله القوى الحرية والتغيير، ولن يقبله الشعب السوداني. نعم. وأيضا لن تقبله القوى الإقليمية والمنظمات الإقليمية والدولية. نعم. دعوات بعدم استخدام العنف. الأصوات الآن داخل السودان من جانب المهنيين والحرية والتغيير تدعو إلى بالفعل عصيان مدني، وأيضا تدعو المواطنين المشاركة في الاعتصام، ولكن دعنا نقرأ هذه المعطيات سيادة السفير الموجودة على أرض الواقع وفق أيضا تصريح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في مسألة وجود عناصر يعني تريد عدم الاستقرار في هذا الحراك الشعبي، وربما وجود عناصر أيضا تدخلت في الأسابيع القليلة الماضية في المظاهرات وفي أماكن معينة في التظاهرات، ومسألة الدعوة مرة أخرى إلى الحوار والتفاوض. هل هذا يمكن فعله في الفترة القادمة لاستيعاب الموقف من الجانبين؟ أنا أعتقد ليس هناك بديل سوى الحوار، وعلى المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أن يلتزم بما اتفق عليه من قبل ثم البناء عليه، لأن هناك أيضا قوة تسعى إلى الوساطة ودعم هذا الحوار والسير في الطريق الذي بدأ به الجانبين، سواء كان ذلك وسطاء من داخل السودان من رموز لها مكانة قومية أو من جانب الاتحاد الأفريقي، لأن الاتحاد الأفريقي أصبح اليوم مسؤولا مسؤولية كبيرة تجاه اطلاع بدوره في حفاظ الامن والاستقرار طبقا لموقفه السابق والذي تحدد بفتره زمنيه اعتقد على وشك ان تنتهي ربما في بضعه اسابيع او شهر. ثم ايضا الامم المتحده، لان هناك توجيهات ونداءات من الامم المتحده بضروره ان يتم الانتقال السلمي للسلطه الى حكومه مدنيه. طيب السفير عدم اللجوء الى العنف، كل هذه الامور تستوجب
على المجلس العسكري والحوار والحرية والتغيير أن يجاء إلى الحوار وأن يبني على ما تم الاتفاق عليه. سيد سفير اسمح لي أقرأ إليك بهذه الأخبار العاجلة التي تأتي إلينا. هذه الأخبار العاجلة، المجلس العسكري الانتقالي بينفي استخدام القوة في فض الاعتصام. أيضا المجلس العسكري الانتقالي بيدعو كل الأطراف السياسية للحوار اليوم أو غدا على الأكثر. المجلس العسكري الانتقالي مسؤوليته مسؤولية الأمن، يعني ما يحدث من إطلاق نار أو محاولة للتدخل في منطقة الاعتصام، كل هذه الأمور مسألة أمنية مسؤول عنها المجلس الانتقالي العسكري، وعليه ألا يدعي أو يقول بأن هناك عناصر اندست. إذا كان هناك عناصر اندست فهو يعلم من هذه العناصر، وإن كان لا يعلم فعليه أن يعلم. نعم طيب. أما فيما هو بالفعل كان هناك، نعم هو بالفعل كان هناك تصريح يعني منذ يوم أو يومين فقط بأنه هناك عناصر منفلتة اندست في الاعتصام، ولكن يعني حتى الآن لم يتم التعرف عليها تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا سيد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق.